يقول لأبي مجموعة من الأشرطة الإسلامية وأرقب وقفها لمكتبة المسجد الذي في حينا لإعارتها بشروط، منها تحديد الزمن، واستثنيت نفسي من ذلك الشروط، أي أرى لي التصرف في ذلك الأشرطة، فما حكم هذا؟ هل أبوك وكلك في هذا؟ إذا كان أبوك وكلك على هذه الأشرطة فإنك تعمل ما فيه المصلحة ومن الشروط، أما إذا كان أبوك لم يوكلك في هذه الأشرطة هذه لمن يستفيد منها، يأخذها من يستفيد منها. نعم.